اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى غدف كان ديننا إفكافد باش أذي عيش العبد ستذرث العاين ذي الدنيا، وثيدي يفكر باش هذه عيش الشقيق، ولكن يفكر باش هذه عيش السعيد دوني. فكان هذه سعدي ثوذر في الهان ذي دوني وثي وغل الرحمينس ذي يخرط خزرت مكي دي قار سيد ربي سبحانه وتعالى ذي قوينس. سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى ذي قار ذي قوينس ذي سورة ذي الآية ثمز بروث ذي سورة طه إند طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يقرد أدي تخطب النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم أسي قرد فكاكين الرسالة الإسلام فكاكين القرآن الكريم فكاكين الدين باش أتعيشد السعيد دي دوني باش أكدفان ثفاث قبري ذي الهان باش أتسعدي ثوذرث العين باش أتسسند أفريد السيد ربي أكني نربي ذي حق، ولكن أتعيشد سيهنان زدخي قويك وأتعيشد ثوذرث العين. أكي غيدي قرأ أيث مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى نعيث مثلا يجعل الإسلام ذي السعادة العبد أما ذي الدنيا أما ذي الأخر، ويجعله ستان قد ماشي مجرد كان كي ضركوا على السجود أما كان يجعلن كران العباد، ولكن ستان قد ذي المنهج يسري الحول عبد الدنيا يخلق ربي القاعية ذي مزورو تمزورو من بعد يرند العبد أرتي عمرا وخلقت الدقوكار يقرد هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ويفكيز المنهج يفكيز القد إسرى يعمر القاية خطر من كل يوم ما دي خلق كلام دائما يسدي أسدي شدون أكتالوج إسرى يخدم أي مخال الله مانتونس أن إسرى القد إسرى السلح العبد أينك نديو أكنيا، ولكن الشاهد يعني سيد ربي غادي يخلقنا القاع ويخلق العبد راه تيعمر نسديز ديال الكود ومكره تيعمر وما داك اللي يتبع عبري داك اللي حاشا في فين اريا في مانيش اي مثل يقرض سيد ربي القباليش وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما نمقليت مثلا ديال العصر كينساش كل العبد دي دونيث ماشي كان دي العصر كان ودي العصور الماضية قسميت في ذا دونيث أنا في العبد إثدون بشرية في الهنا تودرثينس أذي وث أمك أرى يعيش ستودرث العين كسوس وذا الإنسان طائع يثبعنا بريد العالي نغض طالح نغض ذوينك ثبعنا بريد النظر، ولكن المهمة المقصود نسن الطموحات نسن باش أتسعون الاستقرار دي دونيث كسوس وذا العين ذوين العين ذوين نديري، ولكن الواقع ذا شلغ غادي قار أدي قرب لين العباد العباد قساقين أين ذي نسوالي نسوالي نغن دي صوض الستريس أما الستريس بروفيسيونال أما الستريس التمعيش لما ذي لهنا العبد سيوفران المعنى أفريد نغيك فعاكني باش ذي تهني ماشي ذا بريدي لها ماشي ذا بريدي لها على خطر شيء إذا قد يغير الصانع إذا قد يغير غير وينك نتي دقيق لكن إذا وين نغدي في كان الكود إذا في كان المنهج باش اللي في العبد إما نشري دوني ثيت مثلا وزمير ضرا أدي يخدم في بيجو ثكاروست من بعد كشين أتسخم هذا القوانين نسيت روين هي كذب لوز وين تي دخل من إذا وين نغسي السنن أكثر لعبة مرة أكثر قوية من هذا المرة إذا نسيت ربي نتي دقيق للعبد يزرع ده شو نتي يخلق ذيس يزرع المصلحين سنتيك زرع المصلحين أكثر قوة كن سنزرع نكوني كيف مثل خد زرت كان يعني مدنا وين مثل بسيط قد نزر العبدي العبد أري سويسيدين العبد أري انت أري 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 انتحرن أري انتحرن أري قضون ثار وحدينس مثل شما قال شما قال ذاك خيلتي دي الخاطريك مري كتني ثار وحدينس ذو شو استند أهل طارق ذور ذي أكلنا أخذ مضي تنفسيتينك أكلنا إذ زمرض أتصدور رضا تنفسيتينك وإلا ويتحميض أخطار تنفسيتينك، ولكن الإنسان المؤمن يحمي سيدي ربي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تنفسيتينس ويقضى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أكام إذن ذا شو ما في من عنه يتصدر رغم منيس إلا قد يغير وين تدي صنعني إلا قد يغير وين تدي خيقا
أدي يغير سيدي ربي أدي يغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان أدي يغير سيدي ربي ويخدم على الحاجة مش تحفن المضرة ميمانيس أست أغلي ميسو ثي أزمير أثينان ذي خدم التطواج في الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يحر نغد التطواج باش يخدم العبد في ويمينس كان أيث مثل سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا يندلع عن الله الواشمات والمستوشمات والناصمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات العبد ماذا قال هذا يخدم التطواج في يمين سيدي حرم الجزيرة خطرنا تروح تروح تشيني تروح فين الى انك داخل ولكن الجسم منينك ما تشينك وصغر الضروره تخم ديك ساكنك يا عجب قال ترى الانسان المسلم يكشف هذا لا اله الا محمد رسول الله هذه يخدمها في تروح تنس ولكن ماذا قال يبعد ذا في سيدي ربي يبعد ذا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ ويدك نين شوية تذكرني ما نسنا في الباتيمون إذ ويدك سلي بوازون وإذا ندي خدمنا إيه مقرد سنتي يرسيم خزرت كان مثلا باش نزر باللي وين غدي خيقني حميا وين دي خيق العفديس يحمل العفدينس يسعى الرحمة في الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد إن الله أرحم على عبده من المرأة على والدها إن تشيد ربي يسعى الرحمة في عفديس أكثر قولك أن تسعو في مسا أفلقينس إذن ماذا قل الإنسان يتبع عفديس إضمن سينيس حشا تذرت العين على السعدين حشا يخرت العين على كيس رجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أكريث مثل الرسول صلى الله عليه وسلم استردد زت الصحابة رضي الله عليهم جميعا اخذ مد الخيوط أكذي القاع يخذ مديون الخط أم قرحة لك ويرنيز دل الخيوط الجهة ذي فوست الجهة ذا الزلمات أشيدينا يند الخيرة قم قرآن ذفري ذا ربي يندوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يون كان يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله غربة استبعامي بردنا قل نظن يقل لنا كي نجيها ذي فوست الجهة الظلمات هذا خطر من كل يون وفريدي لندخل يسعى الشيطان يسوي نغر غرص كنايت مثلا اذا ملي شي مي عبد يثو ذا ثين سمذ الدنيا اما ذي يخر يقد يتبع بريد سيدي ربي غادي يغير وانت دقيقه كنايت مثلا ايت مثلا باش اللي يتهني العبد باش اللي في مانيسي لقد يغير غل منهج وانت دقيقه سبحانه وتعالى ذي انت فيك جعل السعاده للانسان ذي العوده ينصغر سيدي ربي لهنا ينس ذي العوده ينصغر سيدي ربي ثذر ثنس العالي ذي العوده ينصغر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي كان فيك توصي النبي واش بيحصل صلى الله عليه وسلم احذي فيس معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وكاين ديون الصحابي ذا انصار قال المدينه المنوره من انصار المدينه يصوض من قوكني معاذ بن جبل رافع راية العلم يوم القيامة رافع راية العلماء يوم القيامة سيقدم زاتنا العلماء أعلم بكتاب الله وسنته معاذ بن جبل رضي الله عنه يروح الغرس الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت زرع يتقرف دغار غرس مليح مليح ينيس والله إني لا أحبك يا معاذ ينيس والله هارك حمل يا معاذ خزرت الرسول صلى الله عليه وسلم يدفن قضايا يروح على صحابي جليل ينيس والله هارك حمل يا معاذ خزرت شو من ثئسي وصان النبي وش بيحصل الله عليه وسلم ينيس يا معاذ ينيس يوسح فيك ذا حبيبيس يا حميث ينيس ورد قوال ينيس حميرك ينيس يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يفكيس ثلاثة الوصايا اوصح بيقين معاذ بن جبل ذينا لن يحوج لثذر أي ما فنن العمرنا وذينا لن يحوجن المؤمنين أي يحوجن ينسي من حشم ذلك لي فنن العمر الدنيا يفكيس ثلاثة الوصايا إنس اتق الله حيثما كنت الوصية تمزور الثقية إنس إلق أتسعوذ التقوى أتسعوذ السيد ربي أفيد قرد صدقي الخطر كنديث غطية خذر ثيث مثل المعنى ينس أينك ندنو دار أقبيب اللي يهنن العبد ثلاثة أخر ثلاثة يجيب ولو كان نجمع ثلاثة الوصايا يغضي فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخطر إنا ديني وصحبي إنا يفيدي المؤمنين مرة أين دين الناس دي ربي الخالق سبحانه وتعالى غير الأنبياء الرسل إنا يفيدي المؤمنين مرة وإنا ديني الرسول صلى الله عليه وسلم غير المؤمنين إنا يفيدي المؤمنين العباد دوني مرة مش حاشا الصحابة الكرام يمثلنا ولكن يجي في دينك باش هذا النظر يقرد اتق الله حيثما كنت أي خطر شي مين يضمنك باللي أتشي يضف خير ماذا قلت اللي من المتقين ماذا قلت اللي من المتقين سيدي ربي يقرد والله يحب المتقين خذ زرت كان يثمثل
ومثل من المتقين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى زرك تسقضت في قرد دير والي تعصد منك في اللس اكده جيمو قبيس نخصر اكي كس المشاكل من دونيك اتعيش ذي ليسا اتعيش ذي ليسا ان دو قويس سبحانه وتعالى ان دو من ذي القرآن الكريم وقيت سيد ربي ذي دينا دي الآية ان دو من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الانسان ماذا قال الا اتق الله يتبع فريد السيد ربي تسوى ذي في قلتي ذي الخطريس إن ذاك يجعل المخرج أشي ما قال ذي شو ميد المخرج كربان دفال وفتالك يطفنك ذي جاي ربي تقول ذي تفقد ديكس بسلامة وتسوى ذي ذي مش تحضر لما تسام قرات وكي تسجل أنا كي تكفر ذي ذي الخوف لا كي تكفر ذي ذي الطيخ ولكن ذاك يجعل سيد ربي تقول أن سارة تفقد كسر بيويك وتسوى ذي إلى وين كي دعوس خطر تسوى ذي تقرف تقرف تبخي يقويك وتسوى ذي كسر بي وذا عند الضغط تلذ أدي إلى غرك ومن يتق الله يجعل له مخرج ثبوت قاد فور ويرزقه من حيث لا يحتسب. أتخدم أتصعد المنظر إنك الطموحات إنك فيه وتجيان ولكن أكيد يرزق سيد ربي ندث في نظرة أجدي اللي في بورا الخير ندك لثت في نظرة على خطر إمتحميض حميك أكنا يثمثل إذن أهترا وقي يفقد ذي التقغر ثفاثنا غايا يفقد التقغر لسانا غايا نعم يفقد على خطر تتقوض سيد ربي أنت أوكي تسجيرا ماشي مدن قارنش تقين يثمثل التصل عبادي مفسوس ووياقين ولكن ماذا قال ثوفي ضمانك ذي التقي قيث الليل ثوفي ضمانك ذي تقلقي قيث الليل ثوفي ضمانك القوات الحسابات تزدخل المخينك ثوفي المكلة رزاق ذي قميك وثق انظار موضان أقيك تبع ذي غف سيدي ربي واحد سبالة لم كان الهدار قد نهدر كف السوسي خطر ذيني في ثبناثو ذاتين ما يعجبك تعيش بخير إلى قد سيدي ذكا ولكن ماذا قال السوسي تقفر ذي مزونك في الناس وزن تسلدار وزن تسلدار وصعد شكي سارجون قوين العين خطر كلش قفوز سيدي ربي قيلا كان يث مثلا اشد نقر العبد اذي من على العبد سيدي ربي اذي من على العبد المضرات نفسيتي المضرات نفسيتي ساتيه منها اذي اتخذ من المضره انا يمانيك ولكن ما تزير غير سيدي ربي كاين خطايا هاتي وخدم على المضره ما فيكش مخمض المضره غير نفسيتي اكوي غير جهنم سبحان الله في كيفين اذن في مكاد الجوار بلي الانتحار دي حرام ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير اذن سيدي ربي اكي من هذه نفسيتي وخدم دار المضر يماني فما بالك وين النظام اكي من عمر متقدر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتكمل ذي دائما ذي الايه ذي السوره يجي بالذات يقال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله خزر كان وجنين إما دي خذ مربي ثبورث أكثي دي السفر وما أثي دي يرزق أندام ويفنرا إن دي سجار الأمور اسم الرسعي خرق قندا مثل موسى دمسي ثبورث الخيرات اليوم مثل ذا ذا فكرم كي تجرد ستقلق هذا خطر إيه مثل هذه ذس أم كري جديد وفاك وخرت في اللاس وكي تجرد وانك ليت حمي ذاك ما تهدر ذي ذس ادي زي ونذر حثي يغوين بشد ثيوين اسنى ذا رجوس ساعة يقال انا هدر كذس وخرج من فوق الهدر تروح ذا غورس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يتوخر المشاكل الدنيا في عبد ذي مؤمن مولاش ادي وخر في الناس اكا ثلاثة هذ سيدي ربي ادي وخر في الكثير وفان دوني ومن يتق الله يجعل له من امره يسر سبحان الله خذ كان مثلا ثلاث الآية ثقين ذيني لندي الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا سيدي ربي غير يرك الدنيا فيك تمت مره اب كان مثلا ذي نفس الصورة يتكمل سيدي ربي يقار ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجر فقدين كي يعني دي يخرتك وتسقى ذلك سغبي أكي محوش سيدي ربي ذنوبك الغلطات غلطات محش غلطات غلطات كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الدين الرسول صلى الله عليه وسلم وتسيسر ذي الرحمن سيدي ربي وتسقى ذلك سغبي وغيد كان غرور سيدي ربي غفور رحيم إذن كيني نتق الله وين إلى من المتقين أكي كفر سيدي ربي سيئاتينك أكي محد ذنوبك وكي يغر الرحمن ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر أكيفك الأجر العظيم أثي عظم الأجر نيك أكتفك شوي ودقر ذلك داخل الخاطرين أكي غيث مثل التقوى ما دين التقوى ديش مقام التقوى باش تصير من المتقين ديش التقوى ما دين التقوى ما تجعل أن تجعل بينك وبين غضب الله حجاب أسخذ ما ذيك يارك ذي الغضب من سيدي ربي الحجاب أسخذ ما يارك ذي المحارم من سيدي ربي أسخذ ما يارك ذي قوينك حر من سيدي ربي أسخذ من الصور
وتعدي دار غروس وتقرب دار وتقرب دار لا شي فوسي كنا صوداني كنا شوالني كنا شوالحي كي مرة يقار دخل الرسول صلى الله عليه وسلم اتقي المحارم اتقي المحارم خزرك إيه محشوة تخمض الحجاب يقارك المحارم من سيد ربنا يقار اتقي المحارم تكون أعبد الناس أعبد الناس ما توخر فين يوقي سيد ربنا أقلك أعبد ما دينر أعبد معناه اسم التفضيل افضل لثبك وفي ذلك يخدم من العبادة كامل أكتشين غيق وخرنا فين يحرم سيد ربنا في المحارم من سيد ربنا ما قدين سيد ربنا ذي حرام أي قد تقرب له لقد قرب ما قدين سيد ربنا ويجي ويجوزارة أتشد ويجوزارة تقرب ذلك ولا قرى أصر صدوان إيش برس كنسي كده خيقا ها أصنف خاطئ وين كده خيقا أكي عاقل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يون يقند كزت سي مكيا الناس يا فتى كل بيمينك إنيش تشوف تشوفوس إنيش لا أستطيع يا رسول لا أستطيع وزدنا لنا استغفر الله دير حديد دم غش خطر فسنسو ثني يوالا إنيش اسمير غلا لا أستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم مزدنا ويقين إنيش لا استطعت إنيش وارث اسمير السنين العفذ إنه هو يتسارنا رمي قغال مشلو لفسيس يسوع إذ أمو قاسون قغال لفسيس قسنا لعمر اسمرنا كملي في باراليزي لفسيس مرة ذي الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ما تزر ذيني لندي حرام إذا قصت أخر اتق المحارمة تكون أعبد الناس التقوى يقبض عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أرض من سنة في التقوى إنيس يجهز السؤال في السؤال نينس إنيس ما ثرحض ما ثرحض ذخر قوني يهر يسعاني سنانا وكتشيني حافي أنا مكاد خدمت إنيس المقيان دين دوليش سنانا سرس غضاري إنيس المقيان دوليش شوكا إنيس سرس غضار إنيس وكذلك التقوى إن يسات الزرب عند السرسوي ذا دارنيك إن دولش المحارم من سيدي ربيهم حشين إلان دي حيا يفات السرسوي ذا مانيك وكذلك التقوى وكذلك التقوى إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا شو ديننا التقوى إن الخوف من الجليل أنشتق مرة ديون المعنى كامل كماليس ديون المعنى الخوف من الجليل والحكم بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل إن دسق وضع سيدي ربيهم كدقيقا إن أتي حدث المنهج سيدي ربي ذا القرآن الكريمين إلان دي حيا يحيين إلان دي حرام دي حرام أزمير ذانا أكير زواسل أكير زيير أفين يوهي سيدي أفين أف الأمر سيدي ربي أين إلان دي حرام وتقرب على المثموطة أين إلان دي حيا ذي فارت عيشة إذن يندو القناعة والقناعة بالقليل أتستقنع سوينك دي فكا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يند وتهجر ضمانك دائما وأبدا تهجر ضمانك يوسمين أرث روح غير سيدي ربي خطر زرارة وقزر أنا مدي أنه دقيقة وقزر أنا مدي أنه يقوز أهترم أجل أمدي أو مالك الموتى ذي قفض الروح نين بافيس أثي ديفة في المعصية ما أثي ديفة طعام آخر ما يفديد في الطعام آخر ما يفديد ده الضرم سلين العاية ما يفديد يسمح شيش لمجالس العيل مثل اللي غيم الزغنس لمجالس العيل ما ذيك اللي يفديد يقال القرآن الكريم ما ذيك اللي تفديد يسو السنة في الخير ما ذيك اللي يفديد سيوضو يفديد السجود إلا قد عقيد كان يثمثل إلا العمد إلا العمد يقضن يثمثل يموت وشفق له واحد ثلث يام أربع يام أكثر إذ هو مكي يولينا لشوف اللام أرشوف اللام ولين اللي بومبي أرو خامس من بعد أرزان أرزان تقشون لسا اللخي وفانت يموت ذا سكران وفانت أديو كان كان كنسل الكور كان كنسل السينس يقروح أي مثلا والجارينس الجارينس يلند الجارينس بالذات ذي سمالاني بالذات يموت ذي المدينة المنورة ساجدا في المسجد النبوي الشريف خزر ذي مثلا خزر شتانا بين هذا وذاك بخزر الفرق اللي نقر وقاك وقنا إذن الإنسان المؤمن أذي عمر سيد ربي سبحانه وتعالى أذي حسن الخاتمة أغديف إن شاء الله أذي طعينس أي مثلا الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله خطر للدنيا أكن ثفغض أكن أين ثفغض تعيش في حين ماذا قلت لك ردي الخاطرك بلين ثفضي غاشينا ثغيفضي غاشينا وين 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 أيم كتشيني إن أكرمكم عند الله إتقاكم الخيار ذي قوان الخيار ذي قوان غير سيدي ربي ولكن ديو حاجة الأعمال لوني سنة تعديم يونو يزرارا أنت ثلاث دقيقة إفراد يرجو في الناسية مثلا إذن إنسان ذي هجن إيمانيش أكان أيضا مثلا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ميسينا لمعاذ بن جبل اتق الله اتق الله حيثما كنت عاش مانيك اسمقي مانيك شمي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرض أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن دعفت سيدي ربي أماكن تسويت ولكن ماذا قلت تسويت ذرا إلى قسع قيض بلين تسويك كان يتمثل نكون نجبران ويس سيدي ربي ونجبران أثنزار أثنويش وش سيدي ربي أثنويش ويونا
أثنوالي ذي الأفعال نس أثنوالي ذي الأقوال نس ما تغرض القرآن الكريمة السرود برسك سيد ربي ذي دينان ما تغرض إذر وين إذران ذي الفعال سيد ربي هذا خطر خرق وين إذران يفغط ربي خرق وين يفغط ربي إذران يونيز مرة ذي قراء وخرق وين إذران حشى الخير قلندكس إذن الأفعال نس ذي الأقوال نس ذي جنس أثنوالي شوية ولا أثنوالي أكثر وين إسارة وإنان وليش ولنا سبحان الله أكنا يتمثل إذن عقل مانيك بلي خرق وين دارثي يض بلي زرك درك أتخدم هذا الحويج وحدك أستند هو شوية ديزران هذا الشهر تلفزيون في قدر تستر غلفو جورة تستر روين دا روين يقبي يا عقي روين يوكي سيدي ربي أستند هو شوية ديزران ولكن إذا قسع رمض قسع رمض بلي سيدي ربي زركي ألم يعلم بأن الله يرى إذا قفنت وجينا تنسوي الشعار ذخي المخنق بلي ألم يعلم بأن الله يرى سيدي ربي زرد سيدي ربي شوية أهتر مكتشيني ما ثوية أسوح ذريوث تقضى عيث الماء ثم قرحة ثم مليح 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 من بعد سوض غرغوص اسمع قضى مكسان أصفض ويشو وتسعر مكسان يهزر أخفي ونثن طوية ويشا مكسان ويشا مكسان لا ولش تقضى عيث ونسعر مكسان لو كانت ميزات تخدم ضياقيك أتعقيد أمكسينس ذبع تقرأي في قفد ذينا أدي تسمقين دردي وي مرة تقضي ذيس كامل بلك هات تخون فيش تنبو حال تنسو غاية تدفليك ما تحرك ذا ليحركيك أكان غدي تسمقين سيدي ربي سبحانه وتعالى أولا شويك جان أوثي زرارا أولا شويك تسو أوثي ويرا إذن إلا قنا عقل بلين شوية كيت سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ماذا قلت لك شيني تتقوض ذي عباد ذي لابريزونس الغاشية تتقوض تنبعد ماذا قمد واحد كنت شوية ذرا ذي ننف كذا سفر ناس العامل دي الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن دل أعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بالحسنات مثال جبال تهامة فيأتي الله عز وجل فيجعلها هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله جلهم لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من إخوانكم من بني جلدتكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها سبحان الله مثلا هذه يرقاقي العرض الصحابي جليل ثوبان يرقاقي إنيس لنا الأقوام ذي الأمين أنا أظن يوم القيامة أذرار انتهامة أذرار انتهامة أذرار انتهامة مقرد ثموثين أقول مقر مليح عم جورجيو راقين ساكا إذن إن أنشتني الحسنة ثرد يوي فيس إن ولكن ماري يوضر الزات سيدي ربي إن دثني دي صوضة ذي الأعمل نينس كم لذي روح ذو باب خلاص ويتغيم واش مديس كري يخدم يروح إنيس ثوبان يا رسول الله كري يخدم العبد يروح الحياة مرة تروح إنيس أنا بيجي إنيس العبد ذات ما ثنون إنيس من بني جلدتكم إنيس تظلنا ما كنت تظلنا تظلمنا ما كنت تظلمنا إنيس تنفيلم دقذا ما كنت تنفيلم ولكن مرق من واحد سن زران دا شيخ دمن زران تسفغنا في الحدود من سيدي ربي على خطر غور سنو ثنين ولا شو ثنين دي زران أذق من واحد سن تقوذ دي عيلان ولكن سيدي ربي تقوذ نرى من بعد العمل سنو مرة حاقنت يقرد يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معاهم أكيد يقال سورة النساء إذن دائما وأبدا أنا عقيب بلي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد قويش والله معكم أينما كنتم سيدي ربي يذون إقلا أينما كنتم دث فغم ثيلم إلا يذون والله معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فكذ المعية العامة العيفة ديش الدنيا مرة شوية أرورسن ولا شو دي زرارة ولكن إلا المعية الخاصة المعية نسني في كغير المؤمنين المتقين ما يكونوا دركا ويجن يقرس المعية نس المعية للعيفة الدنيا مرة يتشما قيثني دي شوية ثني دا شو خدمان ولا شو ودي زرارة ولكن المؤمنين دي المتقين إلا المعية نس المعاونة غثني يسعواني ثن يشوفوا غثني دي الطيق يتكسسن الخيق يتكسسن الهم يتفرج فلسن سي خير يتكسسن وقورن والأرغورسني قلان وثني تسجارة وثني تجارة أثني وثو حرين أصمد أما كان سينا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فقد المعية الخاصة خطر يفرمنا في المشركين أثظرنا لنا ويخدم كمية بريديس وثي وليون وثي ولا رد قاذون سيد ربي أكف آثيرين ذي المؤمنين يكثب عن بريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن اتق الله حيثما كنت إنسان يلق دائما وأبدا ما ليقيم أليل الحرام زاتك أليل وين يوجد سيد ربي زاتك إلا قد سمكتاب دائما ألم يعلم بأن الله يرى اتسمكتاب بلي سيد ربي نزاركي وخر في حرام
بعد في حرام السقي حرام دي كافي في بورنا يا قناع عقليك هي زيك هذا بلك الواحد يروحوا النغاشي ولكن دي العصر ينسى شد دي كاف في بورنا اي نوت استصدر ستي ديك مره اكو تسيصدر اي نوت عتي بدارا وتسيصدر الى قص عقيدك اي نون اللي بينك ماشي ذبريتي دي بوين الغيرين ذي الفقير ذي المسكين يمتشاس ويزمرة دياوي يحقيش يتوكسس يحقيش أهثو يضعف ويزمرة دياوي ولكن هنو دقي درستي ذي أعقل الغيرين أكاين نايت مثلا إذن الحرام وزدن تسلال وزدن تسلال في بورا باش ديكشم غري خامنا أثدن سرسة الطابية أثشن ورونا يقنع قيك نايت مثلا إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكي يغد أذريد أمكرا أنا نخدم الدين أيات مثلا أكني نربي الحق باش أنفغر وين العين ودن زقير راني وراو النقص وخسار إذا قال عقية كينا ما تسكيف هذا ذي كيف مي أش حالة يفد قليل باش هذا فضيون يتشمون مش يتشمرا ولكن أين كد زرم ميك خدمت إلى أثي خدم إلى كتشادي زويرا دل قدوة دل أسوة إيو خامينيك إيو راويك ماشي نزكا أثي أسكن ضفر ذان قوينوني هران بعد أسكن بعد أسكن ملك قدرني ستسرد فلاس ويتسي قروي قنا يقال عقية كينا مثل إلا يوني عبد أما كان يفكر لي بيعطيني وراء وش ذينه ماشي وش قرار وقيل ذي حرق خطر انتسبت داتي تيكيز داخل لان العيبة تسوين دل خمر تسسن تون فامي اش هديني لعب ذي مثل ذي اون فامي تسسن غاشا تسسن العيبة ذينك حرم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يتسوي ثغل القهاوي كي كندم شتوح تسوين يتسوي الرويس غل القهاوي ولكن يسديوني الوقت عند الثفغث مسلتني أرميث يوفا مسنين يتوف تسث يوغل ذكا دادا ذي قاموث يعقير من باقاروث يعقير ولكن أنا يكاثر ذي قروينس ولكن يكرد يوين دقاث مثلا أن الإخوة الكرام ينيس زرد ينيس ودر حجارة بس هذا كعزيم ينيس اسمين تسوي ذغ القهوة نتسي جان غرغور كذي نغ في الكارلاج في كت الكارتا أرمت نشجر السنين استهجر ذي وسجين السنين تنغذ مش ميد سجين إلى قناع طيب اللي أتسو ثمك أشمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد مروا أولادكم بالصلاة على 70 وضربوهم على 10 إند أمرث الرون ونف 7 سنين أفتصليث إند ماذا قلوا الظلنا لنا في 10 سنين وثتل ماشي تيثة معدم تيثة المؤمنين دي الخوف إلا ما فربطه ذاك نتيقى ما تعقض فلسة وذمسة ذي جدي إذن أف 10 سنين أدل هذه يدس إلا قذك الزر ولكن ماذا قلت جتا عدك 15 سنة 20 سنة ذا سون وزمر ذارنا في التفلس السنة ذا عدد الزر ودي صرح عليك سخر إسان إسنا فريد سري أروان داري روح أكام يتمثل إذن نكون أن يريد القدوة ذا الأسوان يورونا أنشتاقي باش الإنسان ما تشوفه أروك ذي القبري ذي الدين ما تشوفه أروك ذي القبري ذي الهان ماذا قد يدوني ذاك نفعان ولكن ذي الأخر ذاك شفان خضر أكس سوضا دعوة الخير أكام يتمثل إذن اتق الله حيثما كنت ندث بغطيض أقوى سيد ربي ندث بغطيض قريثي دي الخطري ندث بغطيض كولو ذي ثمورا يرومين ذي ثمورا الشيوعيين ذي ثمورا ونسينا الإسلام ذا شوث ولكن إلق ذينا غس سمورتنا الكفار إلق أتسين الدين أستفقد أذم العين الدين أكام يتمثل لنسين دي الولايات المتحدة الأمريكية سين ليجيتوديون ليجيتوديون ذين سيمن ولكن إذا مثلا مثل جوجل قرصنا هدر نستعرف ولكن مدي قدوم دكو نيس أمريكاني يقول ذا غرصي وفلن دوغين تقبايا غرث قريزي هدر نكني بعدين تقدر غرصن إنيس كي كوني من عام باش هدر ماشي اللغة نون هدر ذا في منون نان السلام شيء شغي من عام الدين غير من عام باش نهدر رفيقي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم غير ديو مرة شوان شتاقينا مريلي ذي ثلاثة يذنا أنا هدر سلوغة غان فهمي ثيادة ونهدر ذي سيني يذنا بعد كشو تفهم ذرا ذي محاي ويجوزارة شرعيا ديدي والعرض إني غيث مثلا تسخذ مسجد داخل المخيس يشهد لا إله إن الله محمد رسول الله يكشم دغل الإسلام خزر ثيث مثلا اتق الله حيثما كن كان غيث مثلا إذن المهم كل مسلم كل مؤمن إكسان الجمع المسجد ذا خميس إذا قال حد سوف ذي ثوذر ثنان أشحال لعفاد إذن سكشم غال الإسلام أشحال لعفاد إذن قوينر وفريد الدين أشحال لعفاد إذن قوخرني الخمر أشحال لعفاد إذن قوخرني يرفريد أشحال لعفاد إذن قوينر الجمع تظلان أشحال لعفاد إذن قوخرني يرفريد قلن دار وفريد إلهان وذو قلن إذن الميزاني سان ودزن إمان أيات مثلا أخطر من كل يوم أما كسيقارة دينا الرسول صلى الله عليه وسلم يمدين زفلس جبريل إنس عيش ما شئت فإنك ميت وحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به إنس خذ مينك يعجبنك جزي ربي فلس العبد ما يخذم أين العالي أثي جزي فلس ما يخذم أين النظم أثي جزي فلس أكا غيث مثلا إذن أدن قرسي ربي
أدن الجرس إذا ربي الخالق سبحانه وتعالى دائما ذي الحسبان في أدن الجرس ذوالنا الوصية في سنة في قرش إنس الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل واتبع وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها أتبع السيئة أسبع الحسنة السيئة بشدة تسمحوا سبحان الله أي خطر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يزرع العبد سيد يقاد السيئات ها؟ ولكن يخلق أكن غد يجعل العفذيس يقارد الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يجعل يغدق سيد ربي ذي العفذ نتسوي مننا نغلط نغلط ذي كل حاجة نزعاف نتسفغي وفريد نتسحلي الذنوب ذي المعاصي ولكن يهجي يغد سيد ربي الاستغفار دون غير غرورس يهجي يغد التوبة يكيد قرية مثل سيد ربي عزيز سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه ثبعة أفريدي للمستقيم وند ننقضي وقضي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا يند فاستقيموا إليه واستغفروا سبحان الله خذر كان الاستقامة يستبع عزد الاستغفار أي خطر شيء مين ويجمير للعب ذي يتبع عزدنا الاستقامة ويغلطارة حاشا غلطارة تغلطت ولكن إنك استغفر غص بعد كان شعوني غرغورة دوين قد غلطت كسر في ويكذا أذك تعرفه المهم شنيانك غرغورة فاستقيموا إليه واستغفروا الإنسان أذي استغفر سيدي ربي أذي سيمحو الدنوبينس أذي استفع الحسنة السيئة ما في تغلط دسو مسلاي ثنظستي العبد نغثي إلا كرا استشغيون نغي إلا كرا يكسك ديون البعيد كبر دي الوكا نغذي المال نغذي كرا إلا قد استغفر غير سيدي ربي أتستغفر التوبة نندوا دنيني بلي إلا خل إنسان أدي وخر ثم زورت مزورة في ذري دنيا أدي وغير سيد ربي أدي وخر في ذري دنيا اكتب عاكن في سري النظم أدي ندم شقولي صفان ذقوين أكني خذ مكان خطر يوقيت سيد ربي ودي عاهد سيد ربي ويتسو غير غير وفري دنيا ديري أكيد مثلا وقين ثلاثة شروط إلا أني غير العبد وكوت سيد ربي ولكن الشرط الرابع إجايث غير العبادة وغير اسم أي نكني ستقوي ذاكني لقد استرد غور كتسم الضب نادم تسوي الطيبة سيد ربي تسخلي صارف لك ذي يخاف ماذا قلت روحه ذي المفلس تخلص الحسنات إذا تخلص الدينار نقص الدولار يتخيف دي دوني ولكن ماذا قلت قلت غير لخارتيني لخارتيني أتخلص الحسنة ثالث تخلص يروح ديون غير الرسول صلى الله عليه وسلم إنس يا رسول الله الإنس العبد ماذا قلنا يروح على الغزوة يموت يفكنا قرويش يفكش شيش يفك كل شيش إنس هذا سيعرفه سيدي ربي إنس نعم طبعا هذا سيعرفه سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إنس سيدي ربي غفور رحيم الحاكم القذامي وصحابين انزل جبريل عليه السلام فالرسول صلى الله عليه وسلم انس يا رسول الله انس الدين استسمح ربي اين يسعى الطيبه على العبد استسمح ربي يسوي ياسي وين شو غيدير ذاك انس يقدرني مره في الجميع وين يقدرنا كامل اكثر سيدي ربي ذاك يعفو ولكن ما يسيش هي ونو الى قصد ترضق بها صمت الدين اتخلص دي خرس الحسنه ثلاث تخلص غورك الدين استسمح ربي اذا طيبه تيسخيون تشيم تيسخيون ذقوت ذقوت هاي ذكرنا أمس لي زادك ضيف السماح خط عدى فلس ضيف السماح أقبل أهذ بلك أتفضلنا هذا كيف ولكن ضيف السماح أقبل هذا كيف هذه حي أكن غير مثل وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ماشي أدنيني سيدي ربي غفور رحيم أمكي خد زرت كان أمكي دي قارل سورة الحجر إن الدنب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إنسني العباد هو بلنكين أي ذي الغفور الرحيم ذي الغفور ذي الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الغفور معرف بالألف واللام أخطر ذي اسمه ونسيسين أما ذي الغفور ماذا الرحيم أولا شويني لم مخيفيس ذي الغفور ذي الرحيم ولكن أدي قار نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم خذ رثيث مثلا مريلي ذي الغفور ذي الرحيم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى دي قرر سيستر ذي الرحمين أكن أين ثبوت خدمت سيد رب غفور الرحيم إنسان أذي سفيت مسرتي قرس دي عباد أكام ولكن المعاصي غيني اللي نقرك ذو خلق سبحانه وتعالى سيد رب ألكي صلاة جومي من غارث وغير يقص عقيد أكام يقرد ذي قويس ذي سورة الزمر سيد رب الخالق سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الدنيا نسني العبادي إيجاذي يفكنا فوز ذي نفسي ثنسل خزرت كان مثل بعض أفريدنا الخمر فكذا فوز ذي نفسي ذيك مثل إثتعدد في الجاريك فكذا فوز ذي نفسي ذيك مثل إثتعدد في الوالدينيك فكذا فوز ذي نفسي ذيك مثل إثتعدد في الرويك فكذا فوز ذي نفسي ذيك
كرب ويني قد فغضيو بريد سيد ربي فكذا فوز ديه نفسي ديه. ولكن آكي سرج سيد ربي من عدو غيض غير فرص. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنوب مرة جميعا يغفرت سيد ربي. ولكن حضرت ذنبك تكمل مثلا ماشي دود قرر لكن ذي الغفران ذي الغفران يندي قد قيد غوره باش كعرفوا غير قد قيد غوره. يتكمل الآية قد قروا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. أقضي قد يوض ملك الموت ذي قفض الروح نيني أقي غرورك وجد غذك عفوك سوفي. ولكن ماذا قلت روحه تسوق جدورني عن الذنوب ذا المعاسة نسد روحه ودود زيدارة غرغوري كانك نهارمي اكقف ذا روحي نك ذا شارك خدمة أخطر أقد زيني مطيفة ما كوينك تظلي فيك الزكاة نك الحج نك الصدقة دي كل شذك ثوين هاي مثقول الدين المفليس أثن تخلص المرس الحسنة دي كما يتمثل إذن أنشتقين ذا الرحمن من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أغدي قر لا تقنطوا من رحمة الله يند وتسيستر وتسيستر ذي الرحمن أكنا يتمثل. ولكن أدي تكمل أدي قر وأن عذابه هو العذاب الأليم. أشي من يستع الغفران من الذنوب يرث العقاب الشديد على خطر وسقرار كان سيدي ربي غفور رحيم بعد كشت تكمل ديال المعاصي تكمل سقرار سيدي ربي غفور رحيم أكني يبغي لي أكني سيدي ربي غادي يعفو عند ثويض عند تشدوه أنا إذا تزريض عند ثويض من مين يقول الأجل إنك ذروسي جند يعيد يحكي عن جنوم تذكر بس خير إند الناس يجون أشي ما تزل ضرر أه راحوا ثقظ كثيرين سنة صدر سبحانه وتعالى لكن دقر في الأثر إنك مري يوض العبد قال 30 لما 40 سنة أشي السلف سيني ودق وضار الوقت وذ ما جيب شذي صحيح خلق رثيدي في غيوري إن ديني ما زال مزيف ما زال أنا مغرنا نزل حتى لنا لعبت جان تصلت الماء ذا قلنا قذن مقريض. ولكن أي مثلا يموت يزولر ويعطرر يموت كلا كان دي مزيف أي خطر يجد سيقارن بالليم حاش ما هي كغير مثال غلطان دي حساب السجي ذي العصري يسعيش خاصة يتسون فذوين دينان في محمد صلى الله عليه وسلم إن لا تقوم الساعة حتى يكثر موت الفجأة يند وتسقمر الساعة حش ماذا قلنا يقول الموت الفجأة اللي مر سبيت أتسم سلام ذي ذس دو خرطة انتظر ذي غلي موت أدري حدث بس إن هذا لين جماعة يدس إذا نقيم يدس السجر وسقرر بالليم حش ماذا قلنا تهيك مد قدر الأجل بابيس يهيك نغوي هيك إذا قنع قيك أش حل عباد يهيك فوق المرة ما زال إثنى قطع عندي قام زال إثنى موت نرى أش حل عباد ذيك الدار نروح فانا بريد ان نروح. اذن الانسان ودي قال انا نشتقين ايات مثلا ازدخي الخطر اي خطر الشيطان اثي تشويفن اسيقار اي زكان اسيقار اسلزكان ماذا قلت لك شيني ودو غيظر انا روفريد اخلاق سبحانه وتعالى قرد وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فغلطم ثوفث غسد المؤمنين ضر ولاش العبد غلطار ولكن الى قد يثوف الى قد يستغفر ولكن تكمل انا ازدخي الذنوب اللي كانت كمين دسون هذا خطر يثمثل يعود العامل العبد بمثابة إناء أما كان الدم ذاك أفريق كان قرن كوني أفريق ما الدم ذا أفريق قوام الله الحيلة العامل ينسو مرز دخل يقل ولكن إلا قد تخذ مثل المسابقة ذي الوقت أكد العامل ينك بشو تشارار غور كذي يشار إذا تعقلك غور كذي دين في الوفريق لينك مرز تروح ديكست إلا قد عقلك كان يثمثل أسف أذي كيف دي قروش في عزيز صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولكن الإنسان أذي كم يصير ذي المعصية أذي تكمل حاشا ماذا قال لي النفل إن قوتا ذي ديبوردين الفازنين ذا بيسيز ديف كسيد ربي سبحانه وتعالى البعيد عن جربي جي ممن المصيبة في الفذن إذا قنع قيك يجي العبد يفغني وفريد سيد ربي دي تعاق فريق ذايا وتصفضر عيون العبد يضر دي سوين دي ضران أكين إذا سمز ورد ضرر ذي موحال يغلد يونا في التجارة يموت لو كانت تسكسير الصين ذي يندي إذا كنت يجيز ضرقا كين يندي يغيد ذي صحمي منع يثوثث كاروس أكي سقصد عندك يندي يثوثي منع وكثرة في فريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد القويس أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أكرا العبد يفغني وفريد أكرا العبد يرن سيد ربي الثفير وعروريس أكرا العبد يرن في محمد صلى الله عليه وسلم ذو القرآن الكريم الثفير وعروريس أليك الرسير زنغ فريد من الضلال ميزي ماني كني تيقي حياة صفد ولا شيء سكوش وثمانا إيقظ منها
دائما قد يتسكد اذا اشتغل ثلاثة مخورات يقوس اتنفترض يقوس البعيد عن جربيجي ممذي رزبيفيش يقوس ادي غيف تجران اتو تكاروس ادي درويس ولكن في اسم الله سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن اسمي غريلي يصير ادي تكمل دخل الذنوبينس ذن الذنوبينس ايث مثل سيدي ربي ناس دي شقعي لعبدنين العبدني واثي ديرنا الوفريد اذي سمحسي المجلس للعلم اذي دي الشمرير ذو بعض المؤمنين هذا سيهضر ولكن هو قيم قرن الهدي البياني ماذا قل لذ فيفيش ويرر نظار سيدي ربي ناس ينقل المرحلة في السنة المرحلة في السنة النظم اسدي فكين مقرن العقاب التأديبي اذي دي عدل سوى نشتاقين يدنو ذلك كثورا اذي دي وثار الصحاس اروى الرويس اذي ضرويس كرام ولكن اسوى ثلاث العقاب ماذا قل لذ انسان يستخدم ذخي العقيس كرجوين يضرني إذا كبرنا دم وغيدر وبرد سيد ربي إذا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أين دقر شوفوا سينك يعني يعفيك سيد ربي نطاس إذن كشيني ماذا قلنا وثار ضرنا ضر ذي المرحلة كثي سنة أكين قدر يوث المرحلة استيثا مرحلة خطيرة جدا ذا شيء يدخل سيد ربي ماشي شيء ثانادي وثبيس أسدين غلي يد الرفح أسدين غلي ها أسدفك يا للخير أسدفك ولكن أنت سمع ذا قل ليس عي عقي أتسخدم ما كد يرزق سيدي ربي ما كد يفك ذي الخير إياق وفرحالة شو نشتين ميز ذي الخطر كيف طار الكينيو ذي الطعن سيدي ربي ما يدي فكان نشتاقي إلا يون العبد ويتظل ولي تظل ولي تصوزم ولي يزكي ويتبع بريد سيدي ربي إلا دول هيدي تسحقيد سيدي ربي إلا ما تسيجي هذا مخصص أظهرت كان يتمدن ذي نشتاقي المثال ولكن ماذا قلنا ثفت دي المعصية مثلث أقل أثني أثني أتعقض بلينا الناريكة ثاني تشور ويتعطيها ذي الروث يقطع عقلك ماذا قلنا الذبيس ويستخدم على العقلينس يتمتع يقرص دحمل يحمل سيد ربي سيد تكمل ذي المعصيينس المرحلة من ثلاث أربعة ذاك زي ما تكزم خزرت كان يثمد يقرد فلما نسوا ما ذكروا به سميت شون أين زندلي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء افتحزن ضربته ويقني القاع كيال الخريف كي يسنتي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين خزر كيت مثل ثقين سيد ربي تنبيها غير ماشي دي سخويا غد اغدي سخويا اغد يفغد اثني تفرسي باش اني يفخير العبد شي قال كنتي غير بخير كتبع تنسيتي وتي غير بخير ولكن متبع تنسيتي قلت لي غير بخير تخلصوا ما حدش ما تخلصوا ما حدش ما هذه يضروا يدك وين تقول شوفوا سيك ماشي سيدي ربي كيدور كان يد مثل اذا واتبع السيئه الحسنه تمحوها زعما دفض يوني عبد كان كل حاجه تمشطح فمشطوح كان كان يخدم يتبان لك هذه ذكري ولكن كفضل يذكري فكا يزيد فلاس يوثي بين غاد سبحان الله خويا سبحان الله شو تيتا شو تيتا شي فكا معنا خزر كان كيس يخدم ولكن وين سيتي قلت لنا غادي يدي بوردينا في الفازنين شي تشور الفازنين بابيش داين خلاص يدي بوردينا سيلا قلت لنا شي قلت لك انا ولي يروح ويا يمين خاطر وين يوحد خاطر يخدميت ديانا مثل السمير وين يخدميت ديانا ولا وين ولكن ميدي يدي بوردينا الفازنين سيوث لا قوت عقل شي مانيك فيفيس حشر بك زران دات فخت مسالتين اذن الانسان اذ يخدم لا كورس كونتر لا مونتر اذ ما كنقرا كني اذ تخدم السيئه تبعس الحسنه تضيم الذكرى روح صدق وغير فيفيس الناس السمحيه خدميني الهان واحد الجماعه ني طوي خدم اين الا قد الا قد قنص السيئه ني كتخدم داك الا قاس تبعس باش وتسيال النيفو من السيئات اي مثل ديجي يفيد قرص سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى واتبع واتبع السيئه الحسنه تمحوها خطر الحسنه يحمي ربي يقرب ابن عباس رضي الله عنه ما يخدم الانسان ليوث الحسنه الا دا شفك سيدي ربي الضياء ديال الوجه اشفك النور الزدخي كويس اشفك الجهاده غير الصحيح اشفك بركه الزدخين الرزق نس وشفك المحبه ذخي قوية ون الخلق وانت زرنا تحمي الحسنة ذوقيدة فريديس ولكن ماذا قال الذي الشيء يخدم الإنسان السيئة هذا يحقر مانيس انت سيئ مانيس هذا يحقر خطر يزر مانيس ماشي الحاجة عليك خدم إذن الشخصيات أتغيي غير غرص ثقيت سمز ورود تستنين أن شفك ربي تذريك أرود مانيس أشفك ربي الطيامة غير ذخي قويس أشف كيف شاي غير الصحينس أشف محقي فركة ذي رزقينس والعباد كرب وانت زرنا تيكرا انجر بيجي المؤمنين اخفر من الحسنة خير ناس سيئة خير ايث مثل ذي الحسنة غير اكتبر بالحسنات ان شاء الله اغير الله ربي باش نخدم ذي الحسنات ايث مثل باش اذمحوا سيدي ربي السيئات ان شاء الله في السيئة ان اذن يقال وخالق الناس بخلق حسن
اخزر كان او السنة يدي وصاصي الرسول صلى الله عليه وسلم انشتقي نحواجيث ذي الاخلاق ما يعجبك اتسعدي اتتهنيض اهني الغيرين اخلاق الحسنة وقال اخلاق يحميه التربية خطر تسيقين يفيد تشوف عاثني في محمد صلى الله عليه وسلم ولشكرا المهم من يظن يفيد روح الدنيا ذي قرد انما بعثته اللي أتمم مكارم الأخلاق ذيك غردورة لين لام الصيرورة معناه مكارم الأخلاق إتمام مكارم الأخلاق ذيك في دروع إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذن ما جبك تستهنيض إهني الغريج ما جبك تصفضي مليك إلا قكرك وين ديزين غرور كلا قضية في مليس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولي عشن يوث تذرث لا عمر يتجرح العبد الجهاز لا عمر يتصمر ديون دي الجهاز لا عمر يقكر قوين ندير لا عمر يوحل شيء العبد شوفوسي لا عمر استخدم ضين ندير العبد تشكي شو دار تنسين حشين العاية إذ قسمي ذكرت أرمي ذا سميث غدر إذ بورت أكتشوم أرمي ذا بورت تفغى لا عمر يوحل يون دي الجهاز لا عمر سنغني ديون لا عمر استخدم ضين ندير يون هذا المسلم وقيد إذ المسلم إذ مثلا المسلم من سلم ودي قرر كان خزرت كان إذ مثلا في رواية أخرى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس الناس معناه ماشي حاجه نسيمن او ذي قضي نسيم ديال الجهينج انصراني غادي نسيم ديال الجهينج مهما كان يبغوا يلي الدينيس اكن يبغوا يلي الصفات اكن يبغوا يلي الصورينس ولكن الذي نسيم ديال الجهينج حاجه اين العالم اين العالم اليوم غيث مثلا باش تفكر شو دمي الهاني الاسلام سالم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذ امي يحوم ذي مكه المكرمه ذي منى ذي رجم الجمرات امي قرديون إيه مقردي أخذرت كان إيه مقردي إيه مقردي يوني من إذ قريث إذ قريث إذ وشنا مكين إذ قرن قوة رسل يروح إذ قريث إذ ورقز نينس يوت الخشونة ثم قرد إنيس أنت رجل سوء إنيس كتشيني ذا رقز ماشي ذا رقز العالي إيه سينا ذا شي سينا سالم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقين مثل الخليفة عمر خذر كان ويثدي ربانية مثل إيه إنيس سبحان الله إنيس والله يوني من السنية حشكت إنيس ولها يوم ما يسنيه إنيس ولها حاجة كشي يسن إيماني يسن يقرد الصحة ديالي يا عزن كنيا يخدم القوين العالي ما قرص لك ديالي يا عزن أين يفغو يخدم ذين 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 الهان يقرص لك ديالي يا عزن أكان إجي يقان خدم إجي يقان خدم أيات مدن إنيس ولها يوم ما يسنيه حاجة كش إنيس كشي نفرما استعرفه بلي الصندية ذي الصحة خطر ديالي يا عزن كنيا إذن أرحم ثويدي لدي قاعد وكنا دي أرحموني لنقيني قرد الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أرحم ويني لن العفذ مكشيني خذ مسي خير اجلي يحقي قضي استغرس وش ما قررين غس دم كان يقرد كفوزيك أرفوزيك ولكن كتشات ما قيض المزقة نيس الخضمض كتشات ما قيض الصوفي نيت الصوفي كتشات المزقة الخير ني أرفض نيت أرفض ذاك ني أتصار جوت سيدة رب ذاك في قبيل عامل ني سبحان الله وش ما قيض المادة ندوني خطر تسفكع ولكن إنك نيس الخضمض ذاك ني ذم سلي العين نغث عاونت نغث أرفض سيدة رب ذاك في حسن يوم القيامة يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخر أي متدو في ذقاقور ثعاون يوخر ثعاون تكسدس غورا تكسدس غفيان تكسدس الهم تكسدس تعكم تلانا فعلونيس الصفر طد يطيق أكد الصفر سيد ربي ذي الطيق ورسابوه خطر سيد ربي ماشي لي أفي عبد النيم كشيني تقرد سيد ربي غي تقرد وسقرر الريد يجي خدمك ويتسرر السنة ما تحمر ذي يتسرر سيد ربي تسرجوض الأجرين وليك يتعلق غير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن وثسقوا الذرة أي مثل أصل الصديق ما كين سيم ابتسم لأخي ابتسامة في وجه أخيك صدق مثل صديق ما كين سيم تصل مثلسة كيفك صدقة سبحان الله إنيس يون إنيس اعترض الصح الدين الون مثل صديق يون صدقة إنيس نعم مثل صديق يون ثنذا السلام عليكم سيدة ربك يكثر صدقة خزرش حالك حار من ذي العيبة ذي من سندق ونشتقى ما تمقيد السنة ذاني تهو ثنين شتوى إديغين غف نيرينس يوغين وكدر أتفضل عمر ديل سيد قوذ ميس كامل يحرم ما نيس ذي الصدقة سبحان الله سبحان الله خزرت كان ضعف الشخصية العبد أني ذات الله أدو ما قرد ما كنت سيم السلام عليكم ورحمة الله الصدصد ابتسامة في وجهي أخيك صدقة أتسلم الفلاس أفشو السلام خزرت كان إذ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد أطعم الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بسلام أفشو السلام بينكم
مرض السلام عليكم ما استنظيون سيدر بكتبك الصدقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ند والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا فش السلام بينكم إنيس والله ما تكش من تذيش نذ حاشا ماذا قلثوا منهم إنيس مثوا منهم حاشا ماذا قلثوا من يحمين أهطرنا من يحمين كوني قوغلنا أهطرنا عذين كوني قوغلنا أهطر ذين إنس منين الغير إنس منين أيمنا. سبحان الله يقرد ذي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كل يوم نتسرس ذي الميزان الميزان ونعم يا رسول ربي ماذا قلنا ذا قلنا ذا الركوع السجود كان نجالس السنخم يخلق سيد ربي ذا شو قلنا قوي يونا إذا أين ثمن نظي مني كتم النظي الغارين ذا شو إماذا قلنا يغري وإن ذا شيء ذا الحظ إماذا قلنا الفقري وإن ذا شيء ذا الحظ إماذا قلنا أكد يقول لو كان ذي الذي يوذ الفقر ذي الذي الجارينك ذا الفقر أقيك الدينينك على القرغورس أتسعد ونيسان دي جاي كفطر بلا إله إلا محمد رسول الله الحمد لله. ولكن لو كانت تسعد الفقير غير طرفيك دينينك مرة غير غوص ثبقيت مثل إيوه ثبقيت تصفر قضم نصفي لقصر يعني أسفك بلمزيك أخطر تسرج وكل عيقاب سيد ربي كان يث مثل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أدي قال وثمن مرة حاشم ولا تؤمنوا حتى تحاشم ذلك لثم يحمي إندون ديناس وشي سيد زبر مثل اسم يحمي ناس يا رسول الله نعم إنا شوف شو السلام بينكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما استند السلام عليكم ورحمة الله إيش أقد ذي تجدي ذن ديك غالغير ذي تجدي ذن ديك غالغير وتبغى ذلك صغبي كذين سيم صغبي وي ما استند أنا مسلم نكني ساغي يمان ما استند أنا مسلم وتبغى ذلك خد غلا وكتسكر غلا وكتضر غلا حش الخيراني كن أني كن غارورك صغارين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الرسول صلى الله عليه وسلم أمكدينا إند أزمير ما تكفي من عباد الشنون إند ولكن كفي تسنس الأخلاقنا كفي تسنس مسلي لها العمل الصالح استلصب وذب أنش تقول أزمير مرة خبزرة كان يثمثل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمكدي خار ذي حجة الوداع إند إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أما ذي ذمنيسة أما ذي الشيسة أما ذي العير ذنس ذي حرام في الله أكن تعصد العير ذنك أرى تعصد أكن تعصد الشينك أرى تعصد الشينس أكن تعصد أكن تعصد يمنك ذي كل شهر تعصد أرى تعصد أهو ما كنسير أكن غيت مثلا ذنش تقني في قفنان في قفنان في قفنان الدين ماذا قلنا نخدم العبادة من بعد الأخلاق الأخلاق التنسارة أطاسك خصن ماشي شويتك خصن الناس يفتم غالط تلك بس آخر في الناس لعب مقرن كي مقرف في الناس الكنيسة مغار خمسة أوقات ذي الجماعة جمادي كذي الجماعة في الناس ولكن كرهيتك وخامك الناس ولش أيضا مشي شكو خامي كرهيت سبحان الله خذرت كذي يعني ما أنش تجين يعني نقول ثي خذ قص ذين تسوين العلماء من غير دنيا جارنا كنيا أين سلعة ثي دنيا ما حدش لوك أين سلعة العالم يدري ثي ده السود غير نظر يليوني السود ثي وايد إذا نخدم المجهود كم كافي لذا الخير ذا خبيه كحمينا ذا وخبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الخيار ذقون بالخيار ذقون غارو خامس ونكن ذا الخيار ذقون غارو خامس إذن أني ذا الخيار غاري خامن النار أسن استعلم فريد الدين أسن نذعو سيخير أثن الله أرو فريد إلهان وتسن الزهارة ذو خسار مرنزر أرون نغار وقرون نغار ثفغن غار القهاوي ثفغن أرون دان وصلنا من بندات دونس نقرر أنسيون دي كويام نغان دات سدوم نغان سيدو غاي أكنا يتمثل إلاق أي مثلا الدائم وأبدا أدي قال العبد نشتقي روح ديون والجازة فلسع فوربين ما تجينا ما كنا نقر دائما نقر العلماء العلماء نصدر فيه إن يروح دريون حال الصالحين السيرين دي الجماعة يمد يقول غير الشيخ إنيس الشيخ إنيس كرخ خدمة إنيس كرخ خدمة وقاعد في الفضغماني سبحان الله إنيس خدمة إنيس ولكن سيد ربي حرمينا في الدنيا يحرمي دي الدنيا كي خدمة ذا شو نس دينا العالم خطر ما تشتكي ذا يوني تبعنا بريد ربي تقلق تشتكي ذا سيد ربي ولكن ما تروح ذا تشتكي ذا العبد من تبعنا بريد سيد ربي أقيك تشتكي ذا غاف سيد ربي يقنع قيك أيه إنس وين نعم إنس شغنا إنس يقدر برا إنس دشوا إنس إنسان يتستفيد بشر ذا إنس واحد واحد فرنسا تخدم بس كهات ما قيد دقيم إيه مقيم ذا شيء سينا وين نعم إنس الشيخ إنس الشيخ إنس ماشي درزة تمرزة ترزة قوي إنس سيدر بن حرمين ذي الدنيا إنس والله مزن زاي خارثي منك
سبحان الله إنيسا كدرس قربي دي حياة يذن وراء ربي مذمي والله الذي لا إله إلا هو غيث مثل أرضي قذ عبد دي حكام دي الدشرة تخطر دي ثمورتنا يقدر ويقنم إنيكا العبد دي ما يغدر دوني ثقين أرمين كل شيء أي أرمي كفر ما يصر هذا شيء كسا ولكن ما يفغى في بريد سيدي ربي غير يطف دائما تقول بريد سيدي ربي أمن تسعى مرة ويت أكا غيث مثل إيقيا قذنين ونزنو زويرا لخارت النار خطر الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مسقسن عائشة رضي الله عنها ناس يا ذا شو الأخلاق يكسع الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس كان خلقه القرآن القرآن يجيحون القرآن يكسعني إذا يحو الرسول صلى الله عليه وسلم بس يعني إذا شدينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم إن ماذا قلنا يسعى الأخلاق العين الصفة إلها إن دير في ذات سيدة ربنا اليوث درجة قويني تصوزوا من كل ناس وتظل الترقيض كله خذ زرت أي مثل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يسيف كان يوحفي فيس معاذ بن جبل إنس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن نحواج الوصية أسنحويج نحواج واسنحويج مدام يكتشم النفس يتشفق مدام العمر نغمزل ذي لان باش سيدي ربي إن شاء الله إذ مثلا نطالب ذي العفو أذا يعفو الدنوفنا أغي يعفو ذي السيئات نخدم أغي كفر سيئاتنا أغي يويد قفر ذي صيحان اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من المتقين اللهم أعيننا على حفظ كتابك الكريم والعمل به اللهم علمنا منه ما جهلنا واذكرنا منه ما نسينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.